مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. من بعد ما انتشر مقطع من أغنية دايلر الجديدة اللي كانت تعاون مع أفرتو باسم حبك مات بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على التيك توك والإنستغرام، حيث بلش التحدي من بعد ما نشر دايلر هالمقطع على تيك توك والإنستغرام للإعلان عن الأغنية. أخيرا نزلت الأغنية على اليوتيوب تماما بعد نزول الأغنية اللي فاتت لدايلر باسم كان يا مكان من بعد 3 أسابيع تحديدا، واللي حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة لحد الآن، حيث كلمات الأغنية كانت كلها باللهجة المصرية والكليب كله كان 2D animation، حيث عبر المعجبون عن جمال الكلمات والإيقاع والفيديو كليب عامة بخانة الكومنتات مبروك لدايلر عقب نجاحات أكثر وأكبر. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.